عقد المجلس البلدي لمدينة الشارقة اجتماعه الرابع من الفصل السنوي الرابع عشر برئاسة سعادة سالم علي المهيري رئيس المجلس، حيث ناقش المجلس مقترحا بشأن تنظيم جلسات حوارية خلال شهر رمضان على أن يتم تخصيصها لفئة الشباب. كما ناقش المجلس مقترحا بشأن إنشاء سوق للمنتجات المنزلية. كما اطلع المجلس على مقترح بشأن تنظيم جلسات عصف ذهني بين المجلس البلدي وجميع الدوائر والهيئات الحكومية التي تعنى بالشأن الاجتماعي.